أغلب ضحايا الاعتداءات الجنسية، كنعطيكم أرقام بالنسبة لأغلبية الملفات هي لأطفال، أطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية وطفلات، واللي منذ أبريل 2021 تكفلت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بملفات العمل. كان عمل تشاركي بين جميع أعضاء الجمعية، ولكن كان نظرا للخصاص يعني واحد الفراغ داخل المجتمع المغربي هذا الباب ديال أو لهذه القضية، اللي هي طبعا نحن اقتنعنا بأن كما قلت ثقل المهمة، ولكن ستيلا بون كوز هو الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية يحضر معنا كذلك في هذه الندوة ضحايا الاعتداءات الجنسية. الجمعية المغربية لمناضلة العدالة للنساء، ولكن اليوم تواجدي هنا هو كنائبة الرئيسة للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا. وانا بغيت نقول لهم بانني جد فخوره اليوم بما حققته الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا لمده 3 سنوات، لان 3 سنوات هذه الحصيله اللي قدمتها السيده الرئيسه اليوم خلال 3 سنوات عمر قصير جدا في حياه الجمعيه.